السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الكيك بالفريز. الفريز موجود دابا في الأسواق وهذا الوقت ديالو. الكيك مكونات بسيطة وسهلة في التحضير وكتوجد بسرعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنايا ناخذ 3 ديال البيضات. ممكن هنايا هاد الكيك كنصايب فيها غير جوج بيضات ملي كيكونوا كبارين، فعندي هنايا البيض الصغير درت 3 ديال البيضات ونص كاس ديال السكر سنيده وواحد الساشي ديال الفاني وواحد رشه ديال الملح. الى عندكم البيض كبير ديروا غير جوج بيضات. غادي نطرب المكونات مع بعضهم حتى غادي يضاعف لينا الحجم ديال البيض والسكر. حتى بالنسبه للسكر الا بغيتوا ديروا حتى كاس لاروب ديال السكر ديروه، غير كنقص السكر على حساب الحلاوه بزاف. وغادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه وواحد اليوغورت ديال الفاني. ممكن هنايا ديروا اليوغورت ديال الفريز، كيجي المذاق باليوغورت ديال الفريز لذيذ من الاحسن. هنا متوفر عندي غير هذا ديال الفاني، داكشي علاش استعملته. غادي نعاود نطرب، ولكن هنايا السرعه تكون غير متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. وممكن تستعملوا الطرب اليدوي. بالنسبه للدقيق انا غادي نضيف الكاس الاولاني ديال الدقيق. غادي نحتاج فيها جوج كيسان. ممكن الدقيق ديروا على حسب الخليط، عينكم وميزانكم، لان كاين الدقيق اللي كيشرب. غادي نضيف الكاس الثاني هنايا. واخا الخليط راه غادي يجيني شي شويه خفيف، ملي كنبغيو نديرو الكيكه ملي كيكون فيه بحال التفاح اولا الفريز اولا البنان، فضروري كيخص يجي شي شويه عاقد. ممكن ديروا هنايا جوج كيسان وضيفوا شي جوج معالق ديال الدقيق. غادي نضيف جوج صاشيات من فئه 8 غرام ديال الخمارات وغادي نعاود نطرب. فماشي ضروري يكون عندكم هاد الطراب الكهربائي، غتستعملوا غير الطراب غير الفوي وغادي ينجح معكم ان شاء الله الكيك. صافي غادي نحيد هذاك الدقيق اللي كيكون في الجوانب باش نعاود نطربو مزيان، وغادي نضيف ان شاء الله واحد معلقه صغيره ديال الخل. الخل غادي يخلي لينا كيخليش لينا النسمه ديال البيض وكيجي الكيك هشيش. صافي غادي نطرب غير واحد شويه خفيف. بالنسبه للفريز راني خديت واحد 8 ديال الحبات ديال الفريز. عندي الفريز حبات كبارين وقطعتهم طريفات. ممكن تاخذوا الكميه اللي بغيتوا ديال الفريز، ديروا الكميه اللي بغيتوا الا كان كيعجبكم، فخذوا زلافه ديال الفريز. كيجي لذيذ في الكيك الفريز، واحد المذاق كيجي رائع. صافي منين غادي نفرغ غنبقاو نخلط هكذايا غير في واحد الاتجاه. الفران راني درته كيسخن على 180 درجه. الكيك ديالنا ان شاء الله منين غادي ندخلوه الفرن غادي نديرو غير الوسط في الوسط وغادي نشعل غير من التحت. هنايا خديت هذا القالب هذا اللي غادي ندخل الفرن، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودرت في الوسط ديالو الورق الزبده باش ما يلصقش ملي كيكونوا عندنا الفواكه، باش ما يلصقوش لينا في القاع ديال المول. وغادي نفرغ الخليط. من بعد غادي نضيف ان شاء الله الفريز من الفوق. الا ما بغيتوش ديروه فغنكتفيو غير بداك الفريز اللي كيكون من الداخل. صافي راه كافي. فبالنسبه لينا للوليدات كيعجبهم الفريز بزاف، داكشي علاش درتو من الفوق. صافي غير حطوه هكا غير بطريقه عشوائيه، ماشي ضروري نزينوه، لان ملي كيطيب راه ما كيبقاش بشي كيهبط شي كيبقى باين. صافي من بعد ما دخلته الفرن وطاب غادي نزين ندهنوا شي شويه بالعسل. ممكن ديروا الكونفيتور وغادي نرشو بالكوك، ولا الا بغيتوا ديروا السكر كلاصي ديروا السكر كلاصي.
غير ما كيعجبنيش بزاف السكر كلاصي ملي كيكون في الحاجه من الفوق بزاف، ففضلت ندير فيه الكوك من الاحسن، والتزيين كيبقى اختياري. ممكن تناولوها هكذاك ما ديروا فيها والو، صافي كيجي الكيك هشيش وكيجي رطب، والمذاق ديال الفريز فيه كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم، وإلا ما كنتوش مشتركين في القناة اشتركوا جزاكم الله خيرا. كنتمنى إن شاء الله تجربوه بهذه الطريقة، هذه كيجي رائع، خصوصا إذا كانوا الوليدات كيعجبهم الفريز، فمن الأحسن ديروه ليهم في الكيك. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب والعائلة، وشكرا لكم ومع السلامة.